أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في هذه الحلقة سنتناول موضوعين. سيكون الموضوع الأول عن أزمة السكن في مأرب والتي أصبحت قبلة للكثير من النازحين من مدنهم وقراهم بسبب حرب الميليشيا. سنناقش في هذا الموضوع ارتفاع إيجارات العقارات السكنية والتجارية ومعاناة المواطنين في عملية البحث عن سكن يتناسب مع قدراتهم المالية وما دور السلطة المحلية في تسهيل ذلك. في المحور الثاني سنناقش الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار مقابل الريال وانعكاسات هذا الارتفاع على حياة المواطنين ودور الحكومة الشرعية في العمل على الحد من هذا الارتفاع. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم للمشاركة في موضوعي هذه الحلقة، نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزميل خليل الطويل مراسل بلقيس في مأرب عن أزمة السكن هناك. تتوسع مأرب يوما بعد آخر لتبدو مدينة مترامية الأطراف، غير أنها في الحقيقة تضيق من الداخل بالنسبة للنازحين، حيث يمثل حصولهم على سكن فيها حلما من الصعب تحقيقه نتيجة الارتفاعات الجنونية في إيجار العقارات. المدينة التي كانت معدة لـ300 ألف شخص وذات بنية تحتية متواضعة جعلت منها التحولات الأخيرة ما يشبه عاصمة عسكرية لقوات الشرعية لتستقبل 3 ملايين نازح خلال 3 سنوات، الأمر الذي جعل إيجار العقارات السكنية والتجارية تصل إلى ذروتها لتجد السلطات المحلية نفسها عاجزة عن وضع حد لها. إذن بالنظر إلى ما يعيشه الناس في مأرب من معاناة متفاقمة ليس بسبب إيجار العقارات فحسب، وإنما لاشتراطات ملاك العقارات من بينها دفع 3 أشهر قادمة كحد أدنى، فارتفاع الطلب وندرة المساكن وكثرة النازحين ثلاثية عقدت من الوضع كثيرا بالنسبة للسكان والنازحين على السواء. تعافت مأرب سريعا من الحرب ومآلاتها وتشهد توسعا كبيرا في النشاط الاقتصادي والتنموي كنتيجة طبيعية للاستقرار الأمني والتزايد المستمر في عدد السكان بالمدينة، وهذا يتطلب جهودا إضافية من السلطات المحلية فيها من أجل وضع حد لتجاوزات عدة من بينها ارتفاع إيجار العقارات السكنية والتجارية. لدينا اتصال أول في هذه الحلقة حول هذا الموضوع، الأخ ياسر من مأرب. أهلا بك ياسر. أهلا وسهلا ياسر. لو تحدثنا في البداية عن حجم أزمة السكن في مأرب. أولا أشكرك أخي الكريم على إتاحة الفرصة في هذا البرنامج. أدنى ما يعانيه النازحون هنا في محافظة مأرب من عدم توفر السكن، والذي أصبح يعني من شبه المستحيل أنك تحصل على سكن هنا في محافظة مأرب، وإن حصلت على سكن فتكون إيجارة يعني إيجار ارتفاع جنوني في الأسعار هنا في محافظة مأرب. هذا مما يضفي معاناة إلى النازحين ويشكل ويهدد يعني لا أستطيع أن أعبر عن هذا المعاناة الذي يعانيها النازحون هنا في محافظة مأرب جراء هذه المشكلة العويصة الذي وقعوا بها، بينما السلطة المحلية والمنظمات الإغاثية ليس لها أو دورها يعني مختفي نوعا ما في حل هذه المشكلة. ومحافظة مأرب يوميا تستقبل النازحين من مختلف المحافظات التي لا زالت تحت وطأة الانقلاب، وهذا ما يشكل عبء كبير على هذه المحافظة، حتى أن اختفت المساكن واختفت العقارات الكبير. فهنا مشكلة عويصة يجب على الكل، على السلطة المحلية، على أولا السلطة، ما يجب على الحكومة الشرعية أولا، يجب تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة الأخرى تمكن النازحين من الذهاب إلى بعض المحافظات مثل عدن، مثل حضرموت، مثل شبوة، بقية المحافظات التي هي محافظات محررة.
ولكن أصبحت أو يلجأ الناس إليها لا يستطيعوا أن يلجأوا إليها وينزحوا إلى هذه المحافظات إلا محافظة مأرب، وهذا ما يشكل عبء كبير. وكون المحافظة هي أو المباني التي استواجت في هذه المدينة كان يسكنها قرابة 250 ألف، اليوم يتواجد فيها 3 مليون، يعني في تزايد كبير جدا. فهنا مشكلة عويصة بحاجة إلى تفاعل، دراسة، بحاجة إلى تدخل سريع. يعني وهذه المشكلة لا بحاجة إلى حلول جذرية، والحل الجذري باعتيادي هو تقدم الجيش الوطني وتحرير ما تبقى من مناطق الانقلاب وعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم وإلى مساكنهم. هذا هو الحل الجذري الذي بيكون الذي بيحل معاناة النازحين هنا في محافظة مأرب. غير هذا الإجراءات أو غير هذا الحل الجذري المناسب الذي سيفيد الغرض ستكون معالجات بسيطة حتى ننقد هنا تدخل، يعني ضعف دور السلطة المحلية في مأرب. السلطة المحلية نعم ليس لها دور ودورها خافت، ودورها يعود لأسباب عدة، أنها يعني تقول لا يوجد قانون يحدد الإيجارات بسقف معين، وهي تعتبر فرصة لها، يعني أن المحافظة هذا يعني لو حددوا الإيجارات تم تشكيل لجان وتكليفها بالنزول والمتابعة وما إلى ذلك. يعني النهضة العمرانية التي تشهدها تقول هي فرصة لكي تبنى مأرب ويتطور فيها البناء العمراني. هذا بالنسبة لما يعاني هنا في محافظة مأرب. أشكرك جزيلا ياسر، أن شخصت المشكلة وأيضا وضعت بعض الحلول من وجهة نظرك. شكرا جزيلا لك ياسر من مأرب. اتصال آخر. سليمان، أهلا بك سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام سليمان، تعليقك ومشاركتك في الموضوع بما أنك من مأرب. أهلا وسهلا. تمثل غلاء الإيجارات وشحة السكن في مدينة مأرب مشكلة كبيرة جدا تؤرق الكثير من النازحين والواصلين إلى مدينة مأرب، فتجد الكثير لديهم عائق أساسي وهو السكن. في الاجتماع بأسرهم تجد من الأشخاص ممن هم يطيل العام ويكثر من العام أشهر عديدة لا يستطيع أن يجتمع بأسره وأفراده وأبنائه، وذلك لسبب غلاء الإيجارات. تمثل أيضا حالة إنسانية صعبة يعانيها النازحين في مدينة مأرب بسبب ارتفاع الإيجارات وقلة السكن في مدينة مأرب، فتجد الكثير ممن نزحوا إلى مأرب ليس لهم نصيب أن يجتمعوا كما ذكرت سابقا بأسرهم وأبنائهم، وذلك بسبب غلاء الإيجارات الباهظة والمرتفعة جدا. تجد أن هناك تفوق $500 إلى $600 بل إلى $1000 هناك بعض الشقق، فتجد أن الكثير لا يستطيع أن يوفر الإيجار الكافي له لكي يسكن هو أبنائه وعائلته، وذلك لعدم تأخر الرواتب وصرف المرتبات من قبل الحكومة لأفراد الجيش الوطني وممن هم يقبعون في مدينة مأرب. وهناك كثير ممن نزحوا إلى مدينة مأرب، أشخاص نزحوا منذ دخول ميليشيات الحوثي إلى العاصمة صنعاء منذ بداية 2015 حتى اليوم، تجد أن ليس لديهم دخل وليس لديهم إمكانيات، فتجد أنهم من ذلك الوقت إلى اليوم لم يجتمعوا بأسرهم، فتعتبر مشكلة كبيرة جدا يعانيها النازحين في مدينة مأرب. وكما أن هناك أسر وأفراد وأشخاص من محافظة صعدة ممن شردوا وطاردتهم الميليشيات من محافظة صعدة في 2013 و2014، وتجد أنه إذا حصل على قليل من الراتب يجتمع أسبوع كذا وإذا به يعيد أهله إلى المنطقة الذي أتوا منها. لكن المطلوب هو تفعيل دور السلطة المحلية والأمنية
لضبط هذه المشكلة، وأن تفرض أيضا تفرض هيبة الدولة لحل هذه المشكلة التي تؤرق الكثير من النازحين في مدينة مارب. أيضا مشكلة غلاء الإيجارات يعيق المستثمرين، فتجد أن المستثمر إذا أتى إلى مدينة مارب لكي يستثمر أو لكي يبدأ بمشروع بسيط أو مشروع عملاق، لكن الغلاء الذي يعيشه النازحين والواصلين والمستثمرين والأفراد الجيش الوطني والإعلاميين والصحفيين والمدنيين، الكل يعانون من غلاء الإيجارات وقل ومن ضعف السلطة المحلية والأمنية لضبط هذه المشكلة. وتعتبر غلاء الإيجارات حالة إنسانية أيضا يشكو منها الكثير، فلا تجد المنظمات الإنسانية أو المنظمات المجتمع الدولي، لا توجد هنا في مدينة مارب أي مخيمات للاجئين أو للنازحين، فلا تجد إلا الناس يتعاونون فيما بينهم ويتراهمون فيما بينهم. لكن مع هذا كله تجد أن هناك من الأشخاص من يرفع أسعار الإيجارات حتى يعيق الناس لكي يجتمعوا بأسرهم لكي يعيش الشعب اليمني بأمان واستقرار واطمئنان. هذه تمثل مشكلة كبيرة، لابد على جميع السلطة المحلية وحكومة الشرعية وقيادة الشرعية لحل هذه المشكلة. وكما ذكر أخي ياسر سابقا أنه لابد من تحرير كثير من المحافظات أو استتباب الأمر في كثير من المحافظات المحررة، عدن، حضرموت، شبوة، أبين، لكي الناس يخطفوا الضغط الموجود في مدينة مارب. هنا الكثير بالمئات بل بالمئات الآلاف من النازحين ممن هم عايشين في مدينة مارب أو نزحوا إلى مدينة مارب، وذلك لسبب استتباب الأمر في مدينة مارب والأوضاع الأمنية المستتبة في مدينة مارب. لكن لو نزحوا إلى عدن أو بقية المحافظات تجد أن هناك كثير من المشاكل تعيق أن يسكن النازحين فيها. التعميم ليس صائب، هناك أيضا نازحين فروا من الميليشيا وهم مستقرين في حضرموت وفي شبوة وفي أبيان وباقي المحافظات، يعني ربما أيضا كثير من الناس ربما لأن مارب قريبة جدا من سيئون، هناك كثير من العوائل في سيئون أيضا. أكيد هناك أسر موجودة في عدن، أنا مثلا من مدينة دمار، هناك أسر في حضرموت، في عدن، في سيئون، مثلا لدينا في مدينة سيئون 300 أسرة من محافظة دمار نازحة، وهناك أبناء كل المحافظات الجنوبية والشمالية يستقبلون إخوانهم ممن ينزحون من المدن المسيطرة عليها الميليشيات، يستقبلونهم بحفاوة، لكن هناك من يتخوف من أن يسكن لعدم استجابة الأمن، فهذه تعتبر مشكلة كبيرة في مدينة مارب، وهو غلاء الإيجارات وارتفاع الأسعار وقلة وشحة إمكانيات السكن في مدينة مارب، حتى تجد الكثير من المنظمات والجمعيات وكذا من تعمل من داخل غرف الفنادق، لأنه لا يوجد هناك مكتب لهذه المنظمة أو كذا حتى يصلون الناس إليها بسهولة أو تكون معلومة. فهذه تعتبر مشكلة لابد على الجميع أن يتعاونوا فيها لحل هذه المشكلة المفضلة التي تعيق الناس كثيرا. شكرا جزيلا لك سليمان من مارب. أيضا عن ذات الموضوع وصلتنا بعض المشاركات من خلال واتساب نستعرضها معكم. مشكلة الإيجارات والسكن في مأرب مشكلة أكبر من حجم حتى السلطة المحلية، مشكلة تتطلب إذا كان لدينا حكومة تشعر بمسؤوليتها المفروض أن رئيس الحكومة يرسل مجموعة من وزرائه لدراسة مشكلة الإسكان في مأرب ووضع حلول متكاملة، وثم يقدم إلى مأرب بصفته حكومة وبصفة من في مأرب هم يمنيين وهم من يدافعون عن الدولة التي يرأسها حكومتها بن دغر، ويعقدوا مؤتمر ويخرجوا بحلول جذرية لمشكلة الإسكان في مأرب بشكل عام. هنا في مأرب تضاعف عدد سكان المدينة 40 ضعف خلال عامين، هذا تزايد مهول يحتاج إلى كثير من الخدمات، يحتاج إلى كثير من الاهتمام. وصلت الإيجارات بمحافظة مارب إلى أسعار جنونية، حيث وصلت الشقة الواحدة إلى 200,000 ريال، يعني المواطنين بدون رواتب، الجيش اليمني بدون رواتب، يعني من فين المواطن يجيب حق الإيجارات؟ يعني أغلب المواطنين في محافظة مارب يطلب لمدة سنة أقل حاجة، يعني بمقدار بليون ريال، من فين يجيب هذه الزلات؟ السلطة المحلية حاولت أن تبذل جهود كبيرة بالمحافظة لكنها لم تستطيع أن تلبي كافة الاحتياجات بالمحافظة،
ويعني أغلب الناس ما زالوا مشردين في الشوارع بسبب ارتفاع الإيجارات، بسبب نقص المباني بالمحافظة، بسبب تزايد السكان بالمحافظة. ونطلب من السلطة المحلية بأن تبذل الجهود كبيرة من أجل أن توفر مساكن للمواطنين بمحافظة مأرب. الإيجارات في مأرب غالية إلى درجة لا تتخيلها العقل. الشقة الواحدة ب200 ب150 ألف، من أين يستطيع الشخص الذي في يوجد في مأرب أن يستأجر؟ أين السلطة المحلية؟ أين المحافظ؟ أين الدولة؟ لماذا لا تتخذ أساليب لكي تنظم الإيجارات مثل هذه الأعمال لكي يستفيد المواطن ويسكن؟ تابعنا إذن بعض المشاركات من خلال الواتساب. لدينا اتصال أيضا من مأرب، الأخ أبو هشام، أهلا بك. مرحبا أخي هشام، اهلا وسهلا. شكرا لك. لو تحدثنا عن حجم ازمه السكن من وجهه نظرك في مأرب. السكن في مأرب هي الازمه الاكبر على مستوى الوضع العام، ولها عده مرتكزات. وجود مباني حديثة في مأرب وصغر مدينه مقارنه بالحرب الاخرى، ايضا الناس هنا لا يتجهون للريف مع أن الريف قريب من مداخل المدينة، ووجود قيادات يعني في الدولة ورؤوس أعمال وتجار لديهم يعني لدفع الإيجارات بمبالغ باهظة، وهم سبب الطفرة التي تعرفها مارد من شحن الثانيات. أيضا هناك مباني حديثة، فيضطر صاحب العقار إلى طلب مبلغ للإيجار يعني ضخم حتى يتمكن من بناء العمارة تنتهي وتصبح صالحة للسكن. طيب بالنسبة لدور السلطة المحلية في هذا الموضوع، كيف تقيم دور السلطة المحلية؟ السلطة المحلية منذ بداية الأزمة ومنذ بداية الانقلاب ومنذ أن بدأ النازحين بالاتجاه إلى مأرب عملت أشياء كثيرة وشكلت لجان لحل مشكلة السكن، لكنها تقتدم بحلول غير ناجعة من المؤجر نفسه ومن المستأجر. مثلا عندما تقوم بفرض مبلغ معين على قدر الغرفة أو على عدد الشقق أو على عدد المباني، يضطر المستأجر إلى أنه يتمكن يعني يعبر عن حاله من الرضا عن المؤجر حتى لا يتمكن من الخروج من الشقة أصلا. وهناك يعني سوء تخطيط للمدينة واضطهادها بالريف، وأيضا يعني يلاقي المؤجرين حالة من الطمع والبشع والهلع هي التي جعلت هذه الطفرة في الإيجارات. شكرا جزيلا لك أبو هشام الشاطر، كنت معنا من مأرب. اتصال آخر. عبير، أهلا أخت عبير. السلام عليكم عبير. كيف يواجه المواطنون والوافدون في المحافظة في مأرب هذه الأزمة وهذه المشكلة؟ طبعا احنا عندما نتحدث عن أزمة السكن في مأرب، اولا نلاحظ ان مأرب تشهد تطور عمراني كبير وسريع جدا، لكن بهذا التطور السريع يقابله ايضا نزوح بشكل كبير من السكان الى محافظة مأرب. ونلاحظ ان بالرغم من وجود التطور العمراني السريع، لكن مساله السكن ومشكله السكن ما زالت قائمه. نلاحظ ان اكثر الناس من النازحين فقدوا منازلهم ووظائفهم ومصادر دخلهم عندما نزحوا الى مأرب بحثا عن الامان، لكن وكذلك ان النزوح ما زال مستمر وبشكل كبير جدا عن ذي قبل. لكنهم عندما يصلون مأرب يتفاجؤوا بغلاء الأسعار بشكل جنوني جدا، سواء بعض الشقق يتجاوز إيجارها 100 ألف ويصل أحيانا إلى 200 ألف. يضطر الكثير من النازحين إلى السكن في خيام رغم قسوة الظروف في مأرب والبرد الشديد الذي نشاهده في محافظة مأرب. وكذلك أيضا بالجانب إلى ارتفاع أسعار السكن، نلاحظ أيضا ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، أسعار الملابس، أشياء بشكل كبير، أسعار غالية جدا في محافظة مأرب. نحن بهذا الدور نوجه نداء إلى رئيس الجمهورية وإلى محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة بأن يجدوا حل سريع جدا للنازحين الذين يتوافدون يوما بعد الآخر بشكل كبير إلى محافظة مأرب. طيب ماذا بيدهم فعله سواء السلطة المحلية أو الحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين في هذه الأزمة؟
هو شوف اذا وجد السكان الذين فقدوا وظائفهم بديل عن الوظائف التي فقدوها قد ربما يحل هذا جزء من المشكله. يجد الشخص ما يدفع لكي يستاجر، ايضا القيام ببناء مدن سكنيه تخفف الضغط، يبحثوا عن مستثمرين او يبحثوا عن دعم خارجي لعمل مدن سكنيه لايواء النازحين الى محافظه مأرب الذين لا يجدون ما يدفعون به الايجار لكي يسكنوا في منازل تليق بهم، وكذلك بدلا عن ايجار المنازل. شكرا جزيلا لك يا عبير الحميدي، كنت معنا من مأرب. اتصال اخر او نذهب الى الفيسبوك؟ اذا نذهب لاستعراض بعض المشاركات حول الموضوع من خلال الفيسبوك. توفيق يقول السبب زياده عدد السكان باضعاف مضاعفه عن ما كان من قبل مقابل قله الوحدات السكنيه فيها، الحلول اتاحه الفرصه وتمكين الشركات العقاريه من انشاء مدن سكنيه عاجله. سهيل يقول العمران قليل وهناك ازدحام سكاني، لا زالت المدينة في مرحلة بناء وتحتاج إلى إعمار من أجل استيعاب الأسر الوافدة. سعيد قاسم يقول طبيعي جدا لكثرة الطلب وقلة الإمكانيات التي تستوعب المقيمين والمسافرين أيضا، وفي الأيام القليلة القادمة بعد أن يتأمن خط البقع ليتم الحزم صنعاء سوف ينخفض الضغط على منفذ وديعة وسيتحول أغلب المسافرين. يبدو أنها مشاركة في موضوع آخر عن الوديعة والعبر. طيب محمود الشراعي يقول لأن مدينة مأرب كانت غير مؤهلة من حيث البنية التحتية، حتى أن بعض أصحاب مأرب أنفسهم كانوا يفضلون السكن في صنعاء أو غيرها من المدن، وعندما حصل انقلاب الناس اضطرت تنتقل لمأرب لأسباب كثيرة وبأعداد كبيرة جدا، وهذا أعتقد أنه أهم سبب لغلاء الإيجارات. طبعا قد يكون هناك أسباب أخرى لكن هذا هو السبب الأهم من وجهة نظري. الأخ عبد العزيز يقول عرض وطلب الإنشاء قليل جدا مقارنة مع حجم الطلب، ولو كان هناك دخل جيد للطالبين لكانت الإيجارات أعلى بكثير. لخص الأسباب طيب. نذهب لفاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من البرنامج والمحور الثاني. أهلا بكم من جديد، وصلنا إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، سنناقش فيه ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني وانعكاسات هذا الارتفاع المستمر على حياة الناس، وما هو دور الحكومة الشرعية في العمل على الحد من التدهور المستمر للريال أمام الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرتها. أيضا سنتطرق للخطوات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي في إغلاق عدد من المصارف في صنعاء وتداعيات هذا الأمر على الأزمة الاقتصادية. بإمكانكم المشاركة والتواصل معنا من خلال أرقام الهاتف والتعليق أيضا المباشر على صفحة القناة في الفيسبوك. لدينا اتصال. رائد أهلا بك أخ رائد. مرحبا أخ رائد، كيف تنظر للتدهور المستمر في قيمة العملة المحلية مقابل سعر الدولار وانعكاسات هذا التدهور على حياة المواطنين؟ أولا شكرا لقناة الجيس لكل ما تقوم به من دور إخباري وتوعوي. سأتحدث أولا عن السبب كي يفهم اليمنيين، لأن هناك جهل كبير في ماهية الخطوات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي أو سلطات صنعاء مما أدى إلى تدهور العملة المحلية. السبب هو اختفاء العملة الصعبة من الأسواق المحلية، وتمت عملية سحب كبيرة للعملة الصعبة من الأسواق، وكذلك قامت سلطات صنعاء الحكومة غير المعترف بها دوليا قامت بمنع التداول بالعملة الصعبة من الطبعة القديمة، وكذلك هددت بإجراء قانون الطوارئ. قانون الطوارئ هو يمنع التجار والمستوردين من استيراد المواد والسلع الأساسية. إلى هنا سأتحدث عن الانعكاسات. أخي سامي، الانعكاسات ستكون بشكل نقاط وسأجملها بالشكل التالي. ستكون هناك زيادة حدة كارثية الوضع الإنساني، العجز عن الالتحاق بالتعليم، مزيد من التفكك الأسري، ارتفاع نسبة الجريمة، ارتفاع معدلات الانتحار، بروز ظواهر تعزز من تآكل النسيج المجتمعي في ظل استمرار الصراع والاحتراق.
باختصار أخي، الآن يتم صناعة الجوع في هذه المرحلة من تاريخ اليمن. نحن الآن على وشك أصعب مرحلة في تاريخ الجمهورية اليمنية، والإشكالية الأساسية أن الشعب اليمني خصوصا أو أن الشعب اليمني لا يفهم ما هي الإجراءات التي تقوم بها السلطات التي تؤدي إلى انهيار العملة المحلية. لذلك لن نجد ردة فعل شعبية أو توعية كضغط على الحكومات سواء في الشرعية أو سواء في صنعاء. لذلك الحوثيون يعولون على أن اقتصاد اليمن هو اقتصاد معيشي، وبالتالي يمكن للمواطن أن يتدبر نفسه، وأن هنالك ظروف مثل الجبهات والصراع وما إلى ذلك، لكن هذا لن يعفيهم من المسؤولية. بالأمس يحيى الحباري وهو المستورد الرئيسي للقمح يقول احذروا احذروا فلا مقارنة بين المشتقات النفطية ومادة الدقيق، وحذر من مجاعة كبرى ستحل باليمن خصوصا في الشمال تحت سيطرة الميليشيات، وهو يقول أن هناك ستكون مجاعة. ما هذا يحيى الحباري، فما بالك بالمواطن البسيط؟ السعر الأسعار ارتفعت، الرسوم الحوثيون قاموا بإجبار التجار على دفع رسوم وجمارك وضرائب أخرى رغم أنه يتم دفع تلك الرسوم في الموانئ والمنافذ، وهو الأمر الذي أدى بالتجار إلى رفع الأسعار. شكرا جزيلا لك رائد من الضالع على كل هذا المعلومات التي قدمتها، أشكرك جزيلا. اتصال آخر. السلام الله عليك أخ سامي. وعليكم السلام أخ نبيل من الرياض. كيف تنظر إلى ارتفاع أسعار الصرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية وانعكاساتها على حياة المواطنين والوضع الاقتصادي بشكل عام؟ أخ سامي، الكل يعرف أن المنظومة الاقتصادية مرتبطة بشكل أساسي مع الأحداث السياسية. أولا استمرار الحرب هذا هو بحد ذاته كارثة سواء على الاقتصاد على المجتمع على الكل، لكن بالنسبة للاقتصاد فأكيد أن الحرب، أنت تعيش في العالم الثالث، وأضف أن الدولة في العالم الثالث لديها حرب لمدة 3 سنوات وهي خرجت الحرب أساسا وهي في أزمة طاحنة وأزمة اقتصادية. هذه الأسباب الخارجية، لكن إذا ما تحدثنا عن الأسباب الداخلية التي أوردتها بيانات اقتصادية وكذلك تقارير اقتصادية، فعدم ضخ عملات أجنبية من قبل البنك المركزي لعدم قد تكون للقدرة أو لأسباب مجهولة، ما دام نحن في معركة الغاز المخفية والأسباب المخفية كثيرة جدا سواء في الاقتصاد أو في غيره. أنت في شعب نسبة الفقر 85%، تخيل العملات العملة الأجنبية تضخ في السوق وعانت من تضخم وانعدام العملة الأجنبية، أنت تريد أن تستورد، تريد أن تتضخ عملة أجنبية، فهذه إشكالية من الإشكاليات. هناك أسباب يعني لابد من ضبط السياسة النقدية هذه على الحكومة ممثلة بالبنك المركزي. أخ سامي، لو رجعنا قليلا أن عودة البنك نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كما لاحظنا إشاعات اقتصاديين وكذلك سياسيين ماليين في السياسة المالية قالوا أنها ضربة للانقلاب قوية جدا، وهي كذلك كأنها حسمت نصف المعركة، وهذا صحيح. إذا ما تم تفعيل البنك المركزي الذي هو الآن في عدن تفعيل صحيح، لأنك كانت تأتي المنح المالية وكذلك القروض من الدول المانحة وغيرها لا تأتي إلى البنك المركزي، لكن عندما نقلت البنك المركزي استفادت الشرعية واستطاعت أن تتعامل مع المانحين بقوة. لكن الإشكالية في العقلية الإدارية اليوم، صحيح نحن في حالة حرب لكن لا التغافل عن الأقتصاد، كذلك المنظومة كما قلت لك في هو بالأخير يا نبيل طلع ضربة للناس البسطاء للمواطنين البسطاء محدودي الدخل لم يؤثر، هكذا يرى البعض من الخبراء الاقتصاديين، البعض يرى أنه ربما ضربة للانقلابيين والبعض يرى أنه ضربة ربما قاسمة وموجعة للبسطاء.
هي كانت في كلتا الحالتين، اكيد في الحرب يتضرر البسطاء ويتضرر بيئه ملهم، كذلك يتضرر عدم دفع الرواتب ورفع العذر عن الحوثيين، لكن هناك اسباب قد تكون اخرى اجد مثلا ابقاء ميناء الحديده للاصل ان يكون للاغاثه فقط ما ان يكون سله ماليه لهم، ونهب كل مخزون وإيرادات البلد وتحويله إلى مجهود حربي في المحافظات التي تحت وطأة للانقلاب. لكن نقل البنك المركزي كانت قوية، تضرر منه المواطن، لكن كان الأصل يعالج بسرعة. كما قلت لك أخ سامي، منظومة متكاملة مثل ما هي الاقتصاد بالحرب هي أساسا الإشكالية في الحرب التي دمرت الكل، لكن نحن في منظومة متكاملة شرعية. دول التحالف هي عندما تريد أن تدعم الشرعية لا بد لها أن تدعم الاقتصاد كذلك، يعني من أجل أن تقوي الشرعية. ماذا يعني أن تقيم للشرعية، أن تعترف بالشرعية وتريد أن تقيم الشرعية على الأرض؟ فتح المواني، فتح المطارات، كذلك البنك ضخم. كما علمنا قبل أعتقد شهرين كان هناك تصريح من القيادة السعودية أنه سيتم ضخ أموال إلى البنك لرفض العملة المحلية وكذلك العملة الأجنبية. لا ندري النتائج تدهورت أكثر فأكثر على التحالف أن يقوم بواجب الأخلاقي. هذه مجاعة الشعب ستصدر هنا من خلال تدهور العملة الأجنبية، وكذلك على الإعلام أن يعلي صوت الاقتصاديين وأصحاب الشأن في هذا المجال حتى يوضح للناس حتى لا نحصل لكارثة تكون أكبر. أشكرك نبيل من الرياض، شكرا جزيلا لك. حول الموضوع أيضا وصلتنا مشاركات من خلال الواتساب نستعرضها معكم. ارتفاع سعر الدولار وانعكاساته على حياة الناس. ارتفاع سعر الدولار بشكل عام يؤثر على الاقتصاد العالمي كاملا، فما بالك في الوضع اليمني، الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطن اليمني وتأثير ارتفاع الدولار عليه. في دولة تستورد كل موادها الغذائية وكل أشكال المعيشة من الخارج بالعملة الصعبة، فالعملة الصعبة الذي هي الدولار، ارتفع الدولار ارتفعت كل أشكال الحياة في اليمن، من غذاء، دواء، لوازم مستشفيات، لوازم سفر، كل شيء يعتمد على سعر الدولار، خصوصا في لمدة عام لا يستلم الموظفين أي راتب أو أي مبلغ، هذا زاد المعاناة معاناة. بالرغم الآن اللي حاصل كل المساعدات التي تدخل اليمن بدون مبالغ، يعني بشكل مجاني مساعدات للشعب اليمني الذي يعاني من الحصار والحرب، ولكن كان استغلالها هؤلاء اللصوص في يبيعونها بأسعار مضاعفة. يا ليتهم يبيعونها بالسعر الرسمي أو السعر العام، لكن اجتمعت كل الكوارث على الشعب اليمني من ارتفاع سعر الدولار من سبب الحصار والحرب. من الأسباب الكبيرة تدهور العملة وارتفاع سعر الدولار إلى 500 ريال تقريبا، وانعدام العملة الصعبة، هو توقف الإنتاج خاصة إنتاج النفط، حيث أن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على النفط، وبما أنه متوقف منذ 3 سنوات فمن الطبيعي توقف دخول العملة الصعبة للاقتصاد المحلي وانعدامها في الأسواق، وعدم قدرة البنوك أيضا على تلبية الطلبات المتزايدة على الدولار أدى إلى وجود سوق سوداء يزداد الطلب عليها بشكل هستيري. التجار يأخذون احتياجاتهم من السوق السوداء بأي سعر، ومن ثم يتم بيع المواد المستوردة بأسعار مضاعفة. كل هذا أدى إلى انعكاسات سلبية على حياة المواطنين المدهورة أصلا بسبب الحرب، وبسبب انعدام الدخل وانخفاضه، وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الضرورية المرتفعة بشكل جنوني، وضاعف عدد الجياع والمسكوب. أيضا حول الموضوع لدينا اتصال خالد. أهلا خالد. شكرا لقناة بلقيس لفتح هذا الموضوع المهم جدا. طبعا الأزمة المختلقة في اليمن وارتفاع سعر الصرف بشكل كبير جدا ينشأ من ذات المطبخ الذي يجمع كل المتناقضات ويصنع الأزمات. طبعا تواصل ارتفاع العملة المحلية في اليمن وتدهورها غير المسبوق أمام العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي، معلنة عن مرحلة جديدة من التضخم وتفاقم معاناة اليمنيين وتزيدها سوءا في بلد تصل نسبة الفقر فيه إلى 85% من إجمالي السكان وفق تقارير وتقديرات البنك الدولي. طبعا أمس الأربعاء وصل سعر الدولار في اليمن في سوق الصرف المحلية إلى حوالي ما يقارب 480 ريال يمني، متسببا في موجة ارتفاع جديدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسب مختلفة على شتى المدن اليمنية.
طبعا امس واليوم معظم شركات ومحلات الصرافه في اليمن وخاصه الصناعه اغلقت ابوابها بسبب اقتحام ميليشيات الحوثي لمحل وشركات الصرافه ومصادره ملايين من العملات المحليه والاجنبيه. طبعا حسب تقارير صحفيه وصلت المبالغ المنهوبه حوالي مليار ريال يمني، منها 200 الف دولار و50 الف سعودي من مصرف الكريمي فرع شارع السياده، و150 مليون ريال من فرع لشركه سويد للصرافه، مبالغ متفاوته تصل الى 700 مليون ريال يمني من بقيه الشركات. طبعا ترتبط اسعار السلع في السوق المحليه باسعار الصرف لان غالبيتها يتم استيرادها من الخارج بالدولار الامريكي كما يعرف الجميع استاذ سامي. ناهيك عن انعدام الرواتب وانقطاعها لفتره تتجاوز السنه والثمانيه شهور، واضطر العديد من تجار المواد الغذائيه الى اغلاق محلاتهم نتيجه الانهيار الكبير للعمله المحليه. طبعا من المؤكد بان الحلول الامنيه ليست مجديه تماما، وعلى الحكومه الشرعيه ان تعرف وتعي تماما بان المعركه مع هذه الميليشيات ليست معركه عسكريه بحته، وانما هناك معركه اقتصاديه، معركه امنيه. بالامس كان اقتحام مقر شركات الصرافه، طبعا هذا يسيء بشكل كبير لسمعه القطاع المصرفي ويبدد الثقه فيه، ولا بد من اجراءات فنيه واقتصاديه لضبط السعر لصرف العمله المحليه التي تعاني كثيرا بسبب تداعيات الحرب وانقسام المؤسسات الماليه. طبعا ما الكل يعلم بان السعر الرسمي للدولار المعتمد من البنك المركزي اليمني بعد نقله لعدن، وهذه كانت كارثه وقاسمه للظاهر، وبعد قرار تعويم الريال، تحرير سعر الصرف للدولار الواحد هو 380 ريال، 380 ريال طبعا لسعر الصرف للدولار الواحد. طبعا من الواضح ان السلطات الماليه اليمنيه عاجزه عن اتخاذ اي اجراء نهائيا لكبح جماح ارتفاع الدولار وحمايه الريال اليمني. والحكومه طبعا لا تزال تنتظر وعود من دول مانحه بتقديم وديعه نقديه حوالي ملياري دولار لحمايه العمله المحليه، فيما لا يزال البنك المركزي معطلا تعطيل كامل والحسابات الخارجيه مجمده، والاخ المحافظ القعيطي يقيم في العاصمه الاردنيه عمان ولا يعلم عن شيء بما يدور. طبعا استاذ سامي، انا في تقديري الشخصي ومن خلال متابعتي لما يدور في البلد من فساد وتخبط في السياسه الاقتصاديه والنقديه، اسباب تدهور الريال اليمني يعود لعده عوامل، منها اولا زياده الطلب على العملات الاجنبيه، هذا يؤدي الى زياده المعروض من العمله المحليه وانخفاض الطلب عليها بشكل كبير، وهذا يترتب عنه انخفاض قيمتها امام العملات الاخرى، ويصل الامر الى ان يقوم اصحاب الودائع سواء كانت ثابته او قصيره الاجل الى تحويل ودائعهم الى نقد اجنبي. طيب شكرا لك دخول خالد، شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب شكرا لك خالد، لم يعد لدينا وقت، ربما وصلنا إلى آخر فقرة في البرنامج أنت المراسل، سنعرض فيها تقرير أعده الزميل الصحفي في عدن والضاح الأحمدي عن أزمة المواصلات هناك. وضع إنساني وظروف معيشية صعبة يعانيها المواطن اليمني جراء الحرب التي تسببت بها الجماعات الإنقلابية في اليمن. منذ 3 أعوام تزداد معاناة المواطنين بعد غياب الخدمات الأساسية للعيش، ويتكبد المواطنون تحمل الجرعات والارتفاعات المتزايدة في الأسعار يوما بعد يوم، حيث وصل الشهر الماضي سعر النفط إلى ما يقارب 400 ريال للتر الواحد، حيث تسبب هذا الارتفاع في توقف بعض وسائل النقل والمواصلات في العاصمة المؤقتة عدن. يشكو سكان محليون في مدينة عدن من ارتفاع جنوني في أسعار المواصلات في المدينة، وأفاد المواطنون بأنهم يعانون من ارتفاع جنوني في أسعار المواصلات، حيث بلغ سعر المشوار 250 ريالا. وقال المواطنون بأن سائق الأجرة يتحكمون بأسعار المواصلات كما يشاءون بسبب غياب الرقابة عليهم من قبل الدولة. أسعار المواصلات في محافظة عدن، وذلك لأنه ما فيش رقابة على سعر المواصلات وعلى هذا، تطلع مع باص يقول لك 150 هنا للشيخ.
وفي السياق ذاته تزداد معاناة طلاب الدارسين في مدينة عدن جراء الارتفاع الباهظ الذي لا يطيق تحمله المواطنون في المدينة. يذكر إن طلاب جامعة عدن نظموا تظاهرات احتجاجية على ارتفاع المواصلات في المدينة، حيث قالوا بأن التكلفة الحالية للمواصلات تتراوح بين 10,000 إلى 15,000 ريال شهرياً. ارتفاع أسعار المواصلات هي طبعاً إحدى المشاكل التي يعاني منها بناء المجتمع في عدن وفي أكثر المواصلات أكثر المحافظات. في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد يشكل ارتفاع المواصلات عبء كبير على أبناء هذه المنطقة. ويعد هذا الارتفاع الغير مسبوق في العاصمة المؤقتة عدن يضيف معاناة جديدة على المواطنين في المدينة. من هنا يتساءل المواطنون عن دور الرقابي لدى الأجهزة الحكومية، في حيث وسائل المواصلات تعد من أهم الوسائل التي يجب النظر فيها والرقابة عليها لدى المواطنون. لبرنامج المنصة وضاح الأحمدي، قناة بلقيس، عدن. وصلنا إذن لنهاية هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.